عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة الراشد في صحيح البخاري وحكيم سيدات قرن إنسان السوق ضدك الصلاة تشينية أي واحد عدي نين مسلمين تكون حشري وعدو أها أي عمر والصلاة كتشرة توري قلي من دي اللي بقفله أيو قلي عمر وادعي نكي وعرري إن لقبتال لسكودي مركي وإسيري والو قبنا يا ويساونا توري دي إسكلي وإسدلي عمر يساور الله وعاميش لغا قادي كوري قال لكي كدبنا شل بالوك يعني نبيذ بالوك يعني عصير عنب كان لغا سمي بالوك يعني او عبي ماشي نبر كوكا قاري بيكب حيني العروش وكا قرفتي عاني او كينين عانيه بو عبي اسلام ماشي واد دولي شاي بي عانيه كبحين مسلمين تو مركاسي وحي أبديين إنو عمر دنتي أو سنكك عينين مركاس الله بالله إن قيب قيب يكوح كوح لوغو يما دو لوغو سوغلو نوع تعسيين نين أبي شارية نين سلامية نين سقوتينية دادكي أسوغلي وحا كم إذا ويل دلن يراء مركاس الله بحوري أمير كي مؤمنين تو وحاتكو بشارة سسا بشارة در ربي قاها إلهي بشارة ديس أو إن النبي محمد الله صاحب تي ودأردادي سي صاحب دي صحابة دي سكم يدا حيد وحلور دي قماله وقضب كاللباد إن آد مسلمين تددكي أغسوه الرئي الدين تقاتي كم يدا حيد وقضب كالسدحاد مركا كدبنا حلكي مسلمين تانتاد قبطي بعد عدالتكم ما مشي وقضوا كأفراد شهادة قادتي وإلهي با شهادة كوغو ختمي ونين عدو أقع أنت سات قدمت إلا فعلا سيدا سوها ما قال ذي النبي قال لقد له مساج كيسين هل لقد له لكن شهيد بوها عد كستو عدو أقع أنت قدمت مسلم ودين تي سلود لنا وشهيد فرنت إنو قد انتنا شرط ما حديث النبي قال كتو صلى صلوات ربي وسلام عليه أسقوا بورتا أحد أو سارية هي أسقى يا أبو بكر يا النبي يا النبي صلوات ربي وسلام عليه أي بورتا أحد دقاقضي روحتي مركز النبي وحكور صلى الله عليه وسلم أحدي ترتيب صو ها دقاقة شوش وحا كركا سار النبي يا اللي بالشهيد با كركا سار صديق نبي يا الصديق يا اللي بالشهيد با سار عمر رجازو كجرا بشهادة الرسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد بوا شهادنا إلهي باكوغو ختم يبور عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبسيدي سابدنان شرسي عذابك الرب تبارك وتعالى وحوليه جري هذي دولك مجي أو ذهب الليسين لها نار تواني سقفرا لها نار تعبسيدة أو كقبه نار يدور نمبا عمر إن لو أبو ريباد مودي جرت وحا أصامري يددالك يخيرك يجهدي قاسورا وحو يلوحا انتعلان لها وحاس آتكها اللي صورا إن أو نقضه وح أنيقنا أنا وح كهل لفهيقنا أنكو فكضه عذاب إن أنكبت بهذا شنور كيدا قليتان كيدا إسكدائي وحا أتشيقي صورا إن كفا كذو إنتا سانتي على الهابور كدبنا ويل كده ليرد هوا بحي إنه بحود مع وال لابت عمر إشي سو وحي قبتي ويل كده ليرد أه ومردي سو أي دول كتشيد ميسو عمر وحي ولي إيسو علي ويلك والله يري ويلك ولا سو علي مركو سو قلي بوحي يري أذر مرضى كروقاضة حيالي مرضى ذانا السداسة أنا ذا فضي الضهى ربضا ربي قانا السداسة عبسيدي بضن ربي قا عبسيدي سنة ساسي كجرته ربي قا عبسيدي سنة مرضى ذو إني آنقا وككور ريسي كجرته مرضى ذانا ذا فضي ذي الضهى ردي ذونا وحي كجرته إنا تقروقات لأن مرضى جيتك جيتمي سن لوغو تلقلين محي قادن دون تاوه
ufiirso marka muslimiintu waxay ku jiraan xaalad culus. Cumar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waa sakaraad, calooshiisa wixii galaba waa baxayaan, qabri buu usii jeedaa. Muslimiintii waa murugsan yihiinoo sida xadiidku tilmaamayo, maalinkaa waxaad moodaa muslimiinta culayska haysta iyo murugta maalinkaa ka hor inaan musiibaba ku dhicin baad moodaa. Xaaladda iyadoo lagu jiro muslimiintu maynan aamusin, cumarna ma aamusin, ee wuxuu ku yidhi wiil yahow marada kor u qaad. Aaway raggii lahaa, masaladu waa fududdahay marka, yaa masaladu waa masalo xaqiran. Ma masalo xaqiran baa xilligaa laga hadla? Ma masalo xaqiran baase jirta? Asxaabu rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam oo meesha dhooban oo fadhiyana cumar waa ku taqriiriyeen oo maysan dhihin, cumarow xilli aad mara ka hadasha lama joogo, mayna dhihin radiyallahu tacaala canhu waardaa. Waxaa la doonayaa masaa'isha wasanka shareecadu siisay in la siiyaa la doonaya, ma aha in la yidhaahdo xaalad baynu ku jirnaayo masaa'isha noocaasa lagama hadlo. Masaladu waxay ka mid tahay munkaraadka faafay ee la fududaystay ee in badanoo dadka ka mida xalaashanayaan ayay ka mid tahay. Allah ka baqa tabaaraka wa tacaala, maryihiina kor u qaad, waxba idin yeeli mayse. Qamiiska kor u qaad, waxba ku yeeli maaye. Sarwaalka kor u qaad, waxba ku yeeli maaye. Inaad kor u qaadiyo inaad hoos u dhigto, maxaa ku jeclaysiiyey inaad hoos u dhigtood aan qabo ka hoos mariso? Maxaa ku jeclaysiiyey? Shaydaan baa ku jeclaysiiyey iyo naf. Sidaas daraaddeed walaalayaal, rabbigeen tabaaraka wa tacaala meeshuu inugula taliyo rasuulkiisuna ina faro ayaa maslaxadu ku jirtaa. Diinta rabbina ha fududaysan, diinta rabbi ha fududaysan, khaasatan shay heerkaa gaadhsiisanoy dhici kartaba in cadaab aad ku mudato, cadho rabbi aad ku mudato, wax la fududaysta maaha. Diinta rabbi wax fudud kuma jiro. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin buu ku yidhi war gacanta midigtaa wax ku cun. Markaasaa wuxuu yidhi ma kari karo, wuu iska yelyelaya, ma kari karo. Waa sida dadka qaarkood ay u yidhaahdaan oo kale, markaad tiraa war midigtaa ku cun oo bidixda ilaahay muxuu ii siiyey. Markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam allow yaadan karin, gacantii waa ingegtay, afkana waa soo gaadhsiin kari waaye, meeshii bay ku ingegtay. Midigtoo wax lagu cuno maanta rag baa waxay la tahay mas'ale xaqiran oo in laga hadlaba aan ahayn. Mara kor ha loo qaado rag bay la tahay masaa'il laga hadlaba maba ahaba, laakiin cidda allah rumaysan ee rasuulkiisa rumaysan wasanka iyo qiimaha awaamirta iyo nawaahida sharcigu ay ku fadhidana garanaya wixii uu kari karuu la imaan, wuxuuse kari karinna alla kuma kalifin. Salluu wasallimu cala khaatami alanbiyaai waalmursaliin. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.